أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Teknik ekipten arkadaşlarım diyor ki abi yeni çıkan videolardan arkadaşların haberdar olmaları için YouTube kanalına abone olmaları çok faydalı olacaktır. Şurada çıkan linke tıklayarak YouTube kanalına abone olabiliyorsunuz. Ayrıyeten YouTube'da video izliyorsanız videonun altında bir beğenme butonu var. Buna tıkladığınızda da video daha fazla insana erişiyormuş. Beğenmiyorsanız da bir de beğenmeme butonu var, onu da tıklayabilirsiniz. Allah'a emanet olun.